استاذه امه الله ما زالت موجوده؟ مع حضرتك. اتفضلي يا استاذه. شكرا جزيلا على تحقيق معادله المعلومات الدينيه والدنيويه السهله على لسان فضيلتكم. الله يرضى عنك. باختصار شديد يعني انا حد ربنا خد بايده عشان يخرج من معاناه نفسيه واسريه ومجتمعيه وفهم الدنيا، وحاليا اخصائي اجتماعي ومدرب تنميه ذاتيه. اهلا وسهلا. بوافق حضرتك جدا في كل اللي حضرتك قلته. الثابت عندي ان هو كما حضرتك تفضلت ان المشاكل من الطرفين في الطفوله. طيب انا دلوقتي منين ابدا العلاج؟ انا مثلا الحالات اللي بتجي لي حضرتك يعني مشوار الازهر والحاجات دي بيبقى لا اما عايزه اذن من جوزها وما بيوافقش طبعا، بيبقوا الخلاف محتد بينهم ان هي مثلا تخرج حتى من البيت. طب احنا محتاجين نقرب ده، محتاجين نقرب الاماكن دي ان هي تبقى متواجده بفاعليه لان احنا محتاجينها وبشده. حاضر. النقطه الثانيه، انا عندي اولادي يعني دلوقتي طبعا السوشيال ميديا بقت مفتوحه قدامهم، اللي احنا عرفناه بعد ما سنين وجواز دلوقتي هم بيعرفوه في وقت صغير جدا. الجانب التوعوي والجانب الديني انا محتاجاه. في رايك ده مفيد ولا خطر؟ اللي هو مساله ان هم بقوا يعرفوا معلومات كتيره عن مسائل وتفاصيل وقضايا تتعلق بتفاصيل الجواز. ضروري. انا بقى انا كاسره او انا اللي ماسكه سايقه الاسره انا بعمل ده، بحاول بقدر الامكان. خليني اقول لك استاذه امه الله، انا محترم جدا كل بمداخله حضرتك، لكن خليني اقول لحضرتك ان انا في عدد من الابحاث مع مراكز الابحاث، خليكي معايا لو سمحتي، في عدد من مراكز الابحاث انا ومنها مركز القومي للبحوث الاجتماعيه والجنائيه، اللي حاصل ان اطلاع اولادنا على هذه المعلومات في الحقيقه ممكن، انا بقول انطباع لسه الريسيرشات ديت احنا مقترحينها، ان في بعض الاحيان هتتسبب في ارتفاع نسبه العزوف عن الجواز. يعني ان هم يسمعوا المشكلات الزواجيه بهذه الكثافه ويسمعوا ان الجواز بقى عبء بهذه الطريقه، فكتير منهم هيعزفوا عن الجواز. عارفه اقول لحضرتك حاجه، انا كنت قابل ان انا اشوف العزوف، ان انا مش قابل يعني ان انا اقدر المح عزوف الاولاد عن الجواز. انا بقول اولاد عشان اولادي انا في سن الجواز، لكن ان تبقى كمان عزوف البنات عن الجواز نفسهم دي حاجه خطر قوي. انا عايز اقول لحضرتك ان ده يعني عارفه يعني البنات نفسهم دلوقتي بعضهم كتير منهم مش عايزين يتجوزوا، اكتر ظاهره ممكن تقول لنا ده ان هم يميلوا الان الى السنجل ماذر، ودي مساله خطر جدا جدا جدا. وعايز اقول لحضرتك كمان بس من غير مقاطعه حضرتك ان الموضوع ما بقاش مادي، الموضوع بقى نفسي. خلاص البنت طبعا فهمت نفسيا طبعا هي الدنيا ماشيه ازاي، وانا ليه اتعب نفسي. استاذه امه الله انا يعني انا سعيد بمداخله حضرتك، بس حضرتك قولي لي بقى ايه اللي ممكن اساعد حضرتك فيه؟ الطلب دلوقتي او المناقشه، انا عندي منين اديهم الجانب التوعوي الديني؟ انا عايزه الجانب التوعوي منين ياخدوا الشريعه؟ اقول لحضرتك هقول لحضرتك يا استاذه، هقول لحضرتك انا يعني انا كنت مستمتع بمداخله حضرتك يا امه الله، بس احنا عشان ظروف الهواء. بص انا عايز اقول لحضرتك حاجه ببساطه خالص، يسمعوا برنامج ولا تعسر، يسمعوا البرامج اللي فيها ناس كتيره بتتكلم زي ما حضرتك تفضلتي في الجامع بين الناحيتين. ليه بقول لحضرتك كده؟ وانا والله لست ابدا بستخدم فكره الدعايه لاي شيء، لكن انا بقول ايه؟ بقول ان في جيل من الإعلام بيحاول بقدر الإمكان أن هو يصل إلى الناس بالجمع ما بين الكتابين، الكتاب المنظور وهو الكون واللي بنحصله من الكون، والكتاب المستور اللي هو الوحي. خلينا نعمل كده وإحنا ما بنتأخرش. أنت حضرتك هتشوفي حاجات كتيرة إحنا بنقدمها في البرنامج وهنقدمها كمان خاصة في رمضان كمان، فخلينا نهتم بهذه المسألة بشكل واضح. الحاجة التانية يعني ابشري ان المساله هتكون موجوده بشكل كبير جدا، واحنا كمان بنسلك مساله الاستشارات الاونلاين ان شاء الله قريبا، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى ييسر لنا.